خطوهم وعلى طريق الحق والتبيان. صحب تجمع في العطاء لربه، عزم لبذل الجود للإنسان، عزم لبذل الجود للإنسان. فرق بميدان التنافس ترتقي، والفوز حاتيهم إلى الإحسان. من ذا ينافسهم شباب مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم التنافسي، برنامج في الخير سوا. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة ومرحلة تنافسية أيضا جديدة من برنامجكم الأسبوعي التنافسي الشبابي التطوعي، برنامج في الخير سوا. ضيوف جدد وأيضا لجنة تحكيم مميزة وحضور شاب متميز من فرق تطوعية نجحت في مراحل سابقة. نتذكر فقط في الأسبوع الماضي فريق النبتة وفريق قادة الغد، كان تنافس شريف مميز، قدموا أفكار ومشاريع مبدعة، كان هناك تقييم من لجنة التحكيم، بالإضافة أيضا إلى مشاركتكم أنتم من خلال رابط التصويت الإلكتروني. خلونا نرجع دقيقتان على الأقل عودة للحديث عن تلك اللحظات التي مرت بنا في الأسبوع الماضي، ثم نبدأ وإياكم بعد ذلك لبدء حلقتنا التنافسية مع فرق تطوعية جديدة. أعزائي المشاهدين، أرحب ابتداء بضيوفي من لجنة التحكيم، دكتور عبد العزيز الغامدي، الضيف الدائم الكابتن خبيث الزهراني، أستاذ سليمان بن داود المعلم، والدكتور عبد العزيز قاسم. قد اجتمعنا مع شريك الخير نماء، كان مشروعنا هو مكتبة حي لحي كامل وهو حي النعيم. أعطينا أرقام نقول والله اللي حضروا بدأوا من اليوم الفلاني الفلاني حيكون عندي والله العدد 100 200 300. تحتاج إلى نوع من الاستفادة من التقنية ومن السوشيال ميديا في إيصال المعلومة في كل مكان في لحظات بسيطة. يعني في مكتبتكم في يعني أقراص سي دي، في كتب إلكترونية، في أشياء إلكترونية. طيب أتمنى يكون المركز الجاي تركيز على أبناء الحي. مشروعنا الأسبوع هذا المرضي عن النفع المتعدي، واللي كانت هي عبارة عن شقين، شق اللي هم أصحاب الحرف اليدوية والمهن اللي محتاجين وظائف، والشق الثاني كان احتياجات الأسر للأدوات المنزلية والأثاث. هذه بالنسبة لمشروعكم هو مشروع جيد. هؤلاء الناس هل هم درسوا احتياجات، هل هم عندهم قدرات معينة يملكونها لكي ينفذوا مثل هذه المشاريع؟ ما واجهتم كذا ممانعة انه كيف انا اشتغل نجار ولا كيف اشتغل خياط ولا حاجة؟ انا اتمنيت لكم في جدول زمني مكتوب، لانه واضح انه في مرحلتين بس ما في وقت يعني ديدلاين للانتاجية. قادة الغد يحصل على 64.87، بينما فريق النبتة يحصل على 65.13 ويفوز النبتة في هذه الحلقة. في الخير سوا، في الخير سوا، في الخير سوا، مرحبا بكم مرة أخرى. شاهدنا حقيقة حلقة أيضا كانت مثيرة، ومشاريع كلما نتقدم في المشاريع وتكبر حقيقة أيضا أحلام الشباب ومشاريعهم أيضا المميزة اللي تقدم لكم بإذن الله تعالى. هذه الفرق التطوعية كما قلنا ونكرر دائما أنه ليس هناك خاسر في هذا البرنامج، كل الفرق التطوعية تخرج من هنا لكن تتأهل أيضا وتستمر ويستمر العطاء بها في المجتمع ودورها هذا الحقيقي أيضا في خدمة المجتمع. اليوم في حلقتنا نتذكر فقط أنه 4 فرق خسرت في هذه المرحلة، المرحلة الربع النهائية عندنا، أو خرجت على الأقل من هذه المرحلة. لدينا نتذكر أيضا أنه أجيال جدة والغاليين وقادة الغد وأيضا الفريق الرابع اللي سيخرج وربما لن يستمر معنا للمرحلة الأخرى، أكيد سيكون هناك أحد الفريقين اليوم سنعرفه في نهاية الحلقة. لكن مهم جدا أن نعرف كما ذكرنا قبل 3 حلقات أنه هناك
في المرحلة نهاية حلقة اليوم تستعدوا الإخوة في نماء الشريك الخيري لكرت نماء، اختيار أفضل فريق تطوعي خرج خلال هذه المرحلة ليكون معنا ويلتحق بنا في التصفيات النصف نهائية وأيضا يستمر. ولذلك سيكون الخيار أيضا مهم لأنه في فرق تطوعية متميزة حقيقة قدمت مشاريع ولكنها خرجت في سباق التنافس. خلونا نرحب بضيوفنا أعضاء لجنة التحكيم. من اليمين الأستاذ خالد الكثيري وهو مستشار إداري ماجستير إدارة أعمال، أشكرك أستاذ خالد أيضا لحضورك ومشاركتك معنا. كابتن خميس الزهراني نجم رياضي ومتوتر اليوم بداية الحلقة وإن شاء الله يعني لا الهلال جاب الثاني الهلال. أنا عموما مع كل الفرق. والأستاذ سليم الفايدي مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية نماء المستودع الخيري بجدة وهو الشريك الخيري للبرنامج، حياك الله أستاذ سليم. الله يحييك. بعد إجازة عدت. سعيد بالمشاركة مرة أخرى. أيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن العقيل جزاه الله خير أيضا تعنى وحضر للبرنامج وهو أمين عام وقف الرسالة بالسويد، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، وهو أيضا من الشخصيات التي عملت لسنوات طويلة في العمل الخيري وسيكون إن شاء الله تقييمه اليوم بإذن الله تعالى مميزا، وسنحفل أيضا بحوارات معه ومع الإخوة الزملاء أيضا خلال هذه الحلقة. نذكر أن كل فريق لديه دقيقتان للشرح وسيكون هناك نقاش من أعضاء لجنة التحكيم بالإضافة إلى رابط التصويت الإلكتروني من خلال الرابط اللي سيظهر. 60% سيكون من نصيب تقييم درجات تقدمها لجنة التحكيم، كل عضو لجنة التحكيم لديه 15 درجة يقيم فيها الفريق، بينما لكم أنتم أعزائي المشاهدين 40 درجة من خلال كما قلنا رابط التصويت الإلكتروني. جاهزين الفرق اللي بيقدموا اليوم ولا تحبوا كذا ندردش شوية خالد؟ جاهزين ولا؟ طيب خلينا ندردش شوية كذا عن نادي الاتحاد ولا إيش؟ ولا إيش الموضوع رياضي ولا؟ لا والله نبغى نسمع من الأستاذ عبد الرحمن عن السويد وتجربة العمل الخيري في خارج والله. والله صحيح فرصة جميلة. طيب ماشي يلا سألك عبد الرحمن تفضل. لأن في حقيقة الانطباع السائد إنه ما في عمل خيري في الخارج وإنه ما في. فرجل يعني يكون شاهد من. ترى هو يتدرب عشان يصير مذيع. الله يعينك أستاذ عبد الرحمن. تفضل. تفضل. ناوي تسافر معي بالصيف؟ ان شاء الله. عموما بسم الله الرحمن الرحيم، احنا سعداء ان نكون ضيوف في هذا البرنامج، حياك الله، وفرصه ايضا ان نظهر عبر هذه الشاشه الانيقه شاشه المجد. بارك الله فيك. ما في شك العمل الخيري الخارجي هو احد الركائز الاساسيه اللي قامت عليها المملكه. جميل. ولها امتدادات كبيره على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. صح. والامتدادات هذه الحمد لله احدثت اثر كبير جدا في كثير من الدول، والآن الحمد لله الأعمال التي قائمة في تلك البلاد هي خير شاهد على العطاءات اللي قدمها هذا الشعب المبارك وهذا الشعب المعطاء. لذلك نحن في عملنا أسسنا وقف اسمه وقف الرسالة في السويد. جميل. هذا الوقف يعمل في جانبين أو في شقين، جانب التعليم، والتعليم أيضا في السويد في ميزة كبيرة أنك تستطيع فعلا أن تقيم مدارس خاصة تدرس فيها أبناء المسلمين هناك وأبناء الجاليات المسلمة هناك. جميل. ومع ذلك الحكومة هي التي تقوم بدفع الرسوم على هؤلاء الطلاب. جميل. نعم. وتساهم بهذا. جميل. وبنفس الوقت أيضا أن تستطيع أيضا أن تضيف بعض المواد الأخرى مثل التربية الإسلامية واللغة العربية في هذه المدارس. الجانب الثاني هي قضية التواصل الحضاري، والتواصل الحضاري هو أحد الأسس الأساسية الآن التي نحتاج إليها من أجل إيصال تقريبا والتعريب بهذا الدين، وهذه أحد المرتكزات التي نحتاج بالذات في ظل الحوار الدائر الآن والصراع الدائر في محاولة تجسير الفجوة بيننا وبين الغرب من أجل نقل المعلومات الصحيحة عن هذا الدين. ولذلك وقف الرسالة يعد أحد المؤسسات التي انتشرت في اسكندنافيا، لدينا فروع في النرويج ولدينا فروع في أيسلندا ولدينا أيضا فرع في الدنمارك وأيضا المقر الرئيسي في السويد. وهذا يتطلب منا أيضا أننا قدر المستطاع أن نتواءم مع البيئة التي نعيش فيها، نوفر المتطلبات أيضا القانونية والمتطلبات الرسمية التي تحمي هذا الكيان هناك. نحن أيضا نرمي إن شاء الله إلى امتدادات أخرى وفي مناطق أخرى على مستوى اسكندنافيا في مجالات أخرى. يمكن كابتن خميس ربما يتحدث باعتبار أنه ما في تسليط إعلامي مثلا، ما في ضوء إعلامي، ما في إشارة إلى المشاريع والمبادرات والمؤسسات والأعمال الخيرية خارج المملكة. إذا سمحت أستاذ أنور، حقيقة كل الحلقات السابقة اللي تمت كان تجينا لا والله كان الفكرة انه للأسف ما عندنا في السعودية مظلة يعني تحتوي العمل التطوعي والعمل الخيري. هل هذا موجود في السويد او بأوروبا بشكل عام؟
عموما في مظلة رسمية باعتبارك أوروبي يعني وجاهل. قد تستغرب هناك أن الإجراءات سلسة مرة، لا تتأخر في قضايا عندما تقدم على تصريح تريد فعلا أن تقدم على ترخيص الحصول على ترخيص لوقفة ومؤسسة، هذا قد لا يستغرق أكثر من 8 أيام تقريبا. عجيب. وتأتيك الموافقة. الجانب الآخر، هناك المبادرات التطوعية منتشرة بشكل كبير جدا، وهناك تسهيلات تمنحها الحكومة أيضا. يعني تصوروا أحد المرات رأي الطالب في أحد المدارس في السويد، فاستغربت، يعني طالب صغير يعني في المرحلة يمكن المتوسطة جاي المرحلة مثل ثانوية، استغربت سألت قلت إيش جاب هالطالب؟ قال هذا مكلف بساعات تطوعية لابد أن يقضيها في داخل هالمدرسة. مكلف نعم بساعات تطوعية قبل ما يحصل على الشهادة، لابد أن ينجز هذه الساعات التطوعية. نحن الآن طالب الجامعة هو اللي تقريبا في بعض الجامعات وليس في كل الجامعات هو اللي يحصل على ساعات تطوعية. جميل. الجانب الآخر وهو أيضا أن هناك القيمة التطوعية التي يعيشها أو التي يعيشها الغرب هي قيمة مضافة على المجتمع، يعتبرونها أحد يعني عفوا هي أحد جزء من جزء من تركيبة المجتمع وثقافته. نحن أعتقد إحنا عندنا في بلدنا العمل التطوعي هو امتداد كبير جدا في كل الأسر على مستوى المملكة. جميل. لكن إذا جئنا للعمل المؤسسي، العمل المنظم، العمل الذي فعلا تحت غطاء حكومي، من أبرز القضايا اللي أعتقد أن الدولة يجب أن تلتفت إليها هي قضية إيجاد نظام للتطوع، تشريعات والأنظمة التي تحكم هذا العمل حتى يبقى فعلا تحت سمع الدولة وبصرها، ومن ثم أيضا كل المؤسسات تتفاعل. أستاذ خالد تتفق مع طرح؟ أتفق تماما. أنا أعطيك مثال قد يكون غريب، يمكن أول مرة نسمعه، بباكستان على سبيل المثال إذا تخرجت من كلية الطب لا يمكنك مزاولة مهنة الطب إلا بعد أن تقدم خدمة للمجتمع لمدة 6 شهور على الأقل. كيف عرفت هذه القصة؟ حصل أنه سبق أن دربت مجموعة من الإخوان في رئاسة الحرمين في الحرم المكي الشريف، فأحد الإخوان ذكر لي قصة عجيبة. سقط أحد المعتمرين فهرول إليه أحد عاملين نظافة وأسعفه، فقال سألت المسعف العامل نظافة، سألته أنت كيف تعرف؟ قال له أنا أصلا طبيب ولكن أنا ملزم ب6 شهور أعمل عمل تطوعي في بلدي، فاستأذنتهم أن أعمل هذا العمل التطوعي خارج بلدي في مكة بحكم أني مسلم. عجيب. وافقوا وحصلت على فيزة عمل ومددتها، الآن لي 2 سنين وإن شاء الله نهاية أقل من 2 سنين، نهاية السنة هذه الثانية سأعود إلى بلدي وأمارس مهنتي كطب. العمل الخيري متعة العطاء أبو. نعم جهد. متعة العطاء سليم. إيه أنا حقيقة أتوقع أنه أيضا يعني كونه العمل التطوعي هو حاجة مجتمع أو حاجة بلد، هو أيضا حاجة فردية. يعني كل إنسان لديه نوازع الخير وعمل الخير وعمل التطوع، ف يعني لابد من وجود مثل ما ذكروا الأخوان تشريعات، ووجود أيضا أعمال جاهزة لمن يريد أن يتطوع. يعني شيء يمكن لشخص، لا يمكن لأي شخص أنه يتطوع يقيم ينشئ فريق تطوعي وعنده قدرة على إنشاء فريق تطوعي. في إنسان عنده وقت، عنده قدرات جسدية، قدرات ذهنية، يريد أن يقدمها للمجتمع كنوع من قضية الاحتياج لانتمائه للمجتمع. جميل. فإن لم يجد سيشعر بأنه هناك نقص كبير. يعني أنا مصداقا لكلامك، اليوم كنت أشوف إنفوغرافيكس مرئي كذا عن العمل التطوعي واحتضان المؤسسات له، والحديث كان المقارنة بين فرق تطوعية هي طاقات موجودة وفي النهاية بعد فترة يعني هالطاقات تنخفض وتتلاشى هذه الفرق التطوعية، بينما الصحيح في المقابل قارنوا بين فرق تطوعية تحتضنها مؤسسات رسمية في القطاع الخيري أو القطاع الثالث، كيف يمكن تدعمها؟ أعتقد أن وجود وحدة مثلا زي اللي موجودة عندكم لرعاية وإدارة الفرق التطوعية هذا مهم. يعني القطاع الخيري أيضا مو فقط يتواصل مباشرة مع المستفيدين سواء من المحتاجين أو غيرهم، لا أيضا لازم يكون له دور مع الفرق التطوعية. نعم، إحنا عندنا من ضمن يعني العملاء اللي نصنفهم عملاء يحتاجون إلى أن نقدم لهم منتجات المتطوع، ومصنف عندنا بهذا التصنيف. يعني لابد من تقديم منتجات تخدم هذه الرغبة عنده، تخدم هذه الاحتياج عنده، تكون في إطار عمل الجمعية. طيب خلونا نبدأ مع الأول فريق. الحوار جميل، مبسوطين الشباب في الكنترول. تبون نوقف الفرق التطوعية ونخلي الأسبوع الجاي؟ طيب الفرق التطوعية نبدأ بالأيدي المتحدة، و
يمثلهم الأستاذ حازم الحازمي ليقدم مشروعهم، فليتفضل حازم ولتتفضل فرقة الأيدي المتحدة. صراحة انضمامنا للبرنامج ومشاركتنا في البرنامج سوتنا إضافة، كانت أكثر شيء يمكن في إنه الفئة اللي كانت تعرفنا كانت فئة محدودة يعني النطاق الطبي، أما الآن الحمد لله يعني الناس اللي عن طريق التويتر اللي شاهدوا البرنامج خارج نطاق جدة، يعني صراحة شيء لما تشوف بعض التعليقات اللي تجيك في تويتر في إنستغرام في الناس اللي ترسل عن طريق البرنامج يعني شيء يفرح، يعني إنه صوتك وصل لمكان أو زون أبعد من اللي إحنا كنا نشتغل عليه. المنافسة بصراحة يعني حسيناها صارت صعبة واشتدت وصار في يعني صار الواحد يفكر كيف حيشتغل، عارف أنت في وضع إنك أنت داخل يعني منافسة شريفة صح بين باقي الفرق والشباب. كانت بعد تأهل المرحلة الثانية، لما وصلنا مرحلة الثانية تأهلنا المرحلة الأولى، المرحلة الثانية لما تأهلنا وقتها بان يعني من على خشبة المسرح من يوم الأستاذ أنور أعلن الأسماء، من وقتها والواحد صار يفكر والله كل فريق الآن معناته المنافسة قوية، الآن تتكلم على تفكير عالي على جهد مبذول عالي على سرعة في التنفيذ على انضباط في الوقت عشان تطلع حاجة، يعني مو بس عشان البرنامج هو ضغط عمل أو عشان نفس المشروع ونفس الفكرة تطلع بشكل ممتاز. من المشاكل والصعوبات اللي واجهتنا ترى يعني هي ما تختلف عن الصعوبات اللي نواجهها من زمان، اللهم أنه الوقت كان جدا ضيق، بينما الفيام الماضية كان عندك براح ممكن تشتغل على سنة سنة ونص تمشي مع الإجراءات اللي هي بتأخر لنا المشاريع، فهي الصعوبات نفسها اللي هو تأخر بعض الإجراءات الرسمية بعضها معقدة أوراق مطلوبة من هنا من هنا، ما تقدر تدخل أي مكان بسبب أنه ما عندك تصريح رسمي باسمك أو مظلة رسمية، إضافة إلى أنه مو كل أحد لما تجي تصور في الأماكن اللي أنت بتقدم فيها خدمة يقبل بصراحة يعني يقبل أنك تصوره. شباب مؤمن همم تسابق رفعة الأوطان. حازم تجاوزت عدة مراحل، فريقكم تجاوز عدة مراحل، قدم يعني المشروع الأول والمشروع الثاني في المرحلة التمهيدية وأيضا التصفيات أو الأولية، الآن أنت في التصفيات ربع النهائية الحلقة الأخيرة وجمهورك موجود وأيضا لجنة التحكيم تقدر الكاميرا قدامك في دقيقتين تطرح لنا ما لديك من مشروع، وياليت نركز كذا ويصير النقاش إن شاء الله تعالى بناء عليه. بإذن الله. السلام عليكم. الحمد لله وصلنا لهذه المرحلة، مرحلة الثالث مرحلة نتأهل لها. بدأنا في التفكير إيش الشيء اللي ممكن نقدمه ونشتغل عليه، دخلنا في تقريبا في نفس المجال، مجال الصحي والطبي، في حاجة يعني مشروع الصدقة بالدواء. عندنا احتياج كبير جدا بالذات الأمراض المزمنة، إنه المرضى الفقراء الأدوية يعني تكلفتها عالية عليهم، خصوصا في بعض الأماكن اللي في مدينة جدة يعني الوضع سيء بالنسبة لتوفير الدواء، حتى يعني ما بتغطي كل الجهات المناطق هذه. فبدأنا ندخل في هذه التجربة وحطينا الخطة، حطينا المرحلة الأولى أننا نبدأ بالأربطة الخيرية، عندنا قرابة 11 رباط أو 12 رباط في مدينة جدة اللي هو السكن الخيري. 11 ولا 12 يا حازم؟ كانت هي 12 بس في واحد الآن في وضعية الردم فما ندري هل حيرجع أو لا. طيب جميل كمل. فعشان كده بنقول العددين. بدأنا نركز عليهم في المرحلة الأولى بحيث أنه إحنا نرجع نشوف نتأكد من المرضى، عندنا داتا قديمة كانت قبل 5 سنوات وعندنا داتا الآن حديثة جديدة بنشتغل عليها، فبنحدث قائمة المرضى ثم نعيد كشف على المرضى في بنسوي لهم مواعيد في المستشفيات الحكومية أو بعض العيادات الخاصة، بناخذ وصفة الدواء اللي بيكتبها الطبيب وبنوفر الدواء، عندنا فريق للفرز لفرز الأدوية والتأكد من تاريخ الانتهاء وكل مريض كم الكمية حقته من الأدوية، بتنحط في شبه شنطة صغيرة بيصرف للمريض دواء حق شهر مدة شهر، كل مريض بياخذ الدواء مكتوب عليه اسمه. بدأنا برباط، أول رباط بدأنا في رباط شمسان في مدينة جدة في حي السلامة، باقي تقريبا 10 أربطة موجودة في بين برضو وسط جدة وبين أغلبيتها في جنوب جدة.
من البغدادية والهنداوية. هذه المرحلة القادمة احنا عندنا خطتنا انه قلنا كل شهر نبدأ ندخل رباط، فتقريبا رباط شمسان اللي بدأنا فيه اول رباط دخلنا فيه 15 مريض ما بين تعداد سكاني تقريبا في 27 عائلة الرباط. نعم خلاص حازم؟ نعم هذا الباختصار هذا اللي اشتغلنا عليه. طيب استاذ سليم، توفير الأدوية هذه هل يتم بالشراء أو من خلال يعني يتم بالشراء؟ نعم يتم بالشراء. نعم لابد يتم بالشراء. ما نقدر نأخذ عليه دعم من وزارة الصحة، وزارة الصحة بتعطينا دعم في أشياء أخرى يعني. طيب الآن لأنه أكثر الأدوية المطلوبة الأمراض المزمنة اللي زي الضغط والسكر. فهذه بنشتريها، لكن في أشياء أخرى زي المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ما توفرها مجانا؟ ما بتوفرها بشكل دائم، ما هو بشكل شهري يعني. ما المريض ما بيقدر ياخذ كميته الكافيه انه يستمع على الامراض المزمنه. طيب التمويل من وين تحصلون عليه؟ نعم التمويل حاليا احنا بدانا اول مرحله لانه كان التمويل بسيط. فكان التمويل بشكل شخصي من اعضاء الفريق. لكن في الان بنتكلم مع اكثر من جهه من ضمنها جمعيه متخصصه وفي جهتين اخرى كلها تجاريه انه يدعمونا في هذا المجال. جميل. استاذ عبد الرحمن سيحييكم على هالفكرة عموما. الله يحييك. الجانب المهم أنتم كيف على أي أساس وضعتم هذه أولوية؟ هل هناك أولويات قد تكون قبلها؟ أولوية إيش الأولوية؟ يعني أن قد رحتوا الهدف هذا مثلا، ليه ما رحتوا والله القضايا تتعلق مثلا بالسكن بحكم التخصص؟ بحكم التخصص. نعم الفريق التخصص الطبي. ايش حجم التنسيق بينكم وبين الجمعيات المتخصصه في الشؤون في الجانب الصحي؟ في الجانب الصحي نعم. في مشاريع اخرى كان في بيننا تنسيق بين وزاره الصحه وبين بعض الجهات الاخرى، الجمعيات المتعلقه اللي بالسرطان اللي بالمرض السكر اللي للاطفال، هذا كان في تنسيق مشاريع، في تعاون بينكم. اي كان في تعاون سابق في مشاريع ثانيه. هذا المشروع الان اول لانه كان يعني حنتكلم في اسبوع، فاول تنفيذ احنا نفذها بنفسنا، لكن الخطه حقنا انه احنا عندنا احنا جزء من التحدي هو الوقت. أيوة. انه خلال اسبوع يبادر بفكره في تخصصه في مجاله ويبدا في تنفيذها. نعم جميل. لكن المرحله القادمه كلها عن طريق جهات وعن طريق الجمعيات الخيريه المتخصصه فيها. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خميس يتوثب. لا انا حقيقه اعتقد النقد اللي يعني حصلوه في المرات السابقه يعني ما شاء الله عمل نتيجه ايجابيه. الحمد لله في تحسن ملحوظ لانه في ايجابيه اكثر. الحاله من اول حلقه انا قلت من اول حلقه انه كاطباء وكشريحه متعلمه المفروض يكون دوركم اكبر، والحمد لله بدا يبان دوركم على ارض الواقع. الحمد لله. هذا ايجابيه جدا. لكن انا بسالك سؤال، لو يعني امراه كبيره في السن كيف تستطيعون تقنعونها انها احنا شباب متطوعين عندنا علاجات صالحه لك انت؟ مشكلة ما تقرا ولا تعرف من انتم. احنا هو الجزء الاساسي في التنسيق انه مو احنا بنكشف في مكان المريض. نعم. احنا بننسق للمريض انه ننسق له موعد وبننقله. الان برضه من احد الخطوات انا جالسين ننسق مع شركه، وان شاء الله انه تقريبا جالسين بموضوع شركه للنقل عشان احنا نروح نتكفل حتى بالنقل. جميل. ننقل للمستشفى ويكشف عليه الطبيب. لا اللي ابغى اقوله انا تحديدا، هل في يعني الان تقنع الناس انه احنا ترى جماعه تطوعين بس ترى ناخذ ادويتكم وجهتكم موثقه من جهه معينه؟ ايوه. يعني هل في تواصل مع المستشفى مباشره مع الصيدليه مباشره عشان يقتنع هو لما الوصفه بتخرج من الطبيب؟ فهذا تقريبا مجال الثقه، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني بصراحه المحتاج على قولهم اذا لقي صناره. لا بس انا يعني في وصفه الان وش دراهن اللي في الوصفه في هو العرض الواقع؟ هذا سؤالي. هذا ما يكون عندكم يعني اثبات ومظله، هذا اللي نقصده. ايوه احنا الوصفه بتيجي باسم الدواء في الاخير، المريض اللي ما حيعرف ولا يقرا ولا يكتب بالضبط. نعم ما حيتاكد من الدواء فعلا الا في المراجعه اللي هي نهايه الشهر، لانه احنا شهريا بنسوي له تحديث. هم اصلا ترى الفريق طبي يعني اطباء شباب كذا. ما انا اقول الشخص الغير متعلم المعاناه عندك عند المحتاج نفسه اللي ما بيقرا ولا بيكتب، لكن بشكل عام ما قصرت. الله يسلمك. حقيقه فكره رائده جميله جدا. يعني انا الوالد توفى رحمه الله عليه قبل فتره بسيطه، كان هناك مجموعه من الادويه اللي ما استخدمت حقيقه. فسؤال اولي، ما بحثتوا في طريقه اخرى لتوفير الادويه من غير الشراء لانه مكلف حيكون؟ هي هل هناك نعم في طريقة أخرى استخدمناها في مشروع آخر قبل فترة، اللي هي قضية مشروع كان كصندوق للأدوية يعني في أكثر من مكان في أماكن متعددة، إنه نجمع الأدوية ويتم فرزها وفرز المنتهي منها واللي باقي عليه صلاحية، لكن ما هو معتمد إنه ممكن صحيح نقدر نستخدمه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في الغالب مو هي الأدوية اللي احنا اللي يتم احتياجها تغطي الاحتياج. جميل. تلاقي أمراض. طيب السؤال الثاني، ليش اخترتوا الأربطة الخيرية؟ كان لنا تجربة سابقة معاه في 2007. أي. نعم ثم توقفت التجربه قبل تقريبا 6 سنوات، فكانت هي اسهل شيء طريقه الان نبدا فيه فعلا، وسهل لمجال البحث
ويعني مكان عليه يعني شويه بعيد عن ضوء المجتمع يعني. طيب نبدا في التقييم. استاذ سليم كم تعطيه من 15 فريق الايدي المتحده؟ كم تقيمهم؟ 11 من 15 الاستاذ سليم. الاستاذ خالد كم تعطيهم؟ اسمح لي اسمح لك كابتن خميس. انا لي تحفظ بس على اللجان، اهم لجنه في موضوع مثل هذا اللجنه الطبيه اصلا ما هي موجوده، هذه بس تحفظ، هي خدمات المساعدة. احنا ما بنكشف عشان بس ما هي موجوده، لان حتى الخدمات المساعدة ما هي موجوده في اللجان عموما، هو المستشفى لانه مو احنا بس بنكشف. انا صحيح فخور بادائك يعني اليوم في تميز، يبدو انك هلالي. لا نفسيتك كويس فايزين ولا دليل لك ما شاء الله. فاعطيك 12 الله يسلمك، بدأت رائع اليوم الحين هو متميز تعطيك 12. بخيل انت، الحمد لله ما انت مدرس. لا بخيل معك استاذ عبد الرحمن. انا كان عندي بس ودي الفت انتباههم الى شيء، لو يغيروا العنوان او المشروع، اسم المشروع يعني مشروع الصدقه بالدواء، لو يجيبوا اسم اخر مثلا رحمه انسانيه، يعني إيحاءات يعني إيحاءات للمحتاج من إنه صدقة بالدواء. في اسم مقترح ثاني قطرات من الرحمة يمكن. إيه لأن بعض الناس أحيانا قد يكونوا من المتعففين يعني. صحيح صحيح. كم تعطيهم أستاذ عبد الرحمن من 15؟ أنا أعطيهم 12 هو معدي عموما خميس. خالد الفكرة كانت رائعة وناسبة للمجتمع ويحتاجها المجتمع فعلا، الرؤية واضحة. نقطتين مهمة، الخطة، خطة العمل المكتوبة ما هي مكتوبة بالشكل الكامل اللي نستطيع من خلال نحكم انه امكانية التطبيق وفق الجودة المسمح لها، ثم القدرة على العرض كانت جيدة ايضا. 12 كم؟ والله معدي الله يستر منه. لا ترى انا كتبت 12 قبل لا يتكلم، قبل لا يتكلم بس قلت لها بعد ما اتكلم. عموما رابط التسجيل الالكتروني امامكم 40 درجة يمكن ان تقيموا من خلالها فريق الايدي المتحدة. شكرا حازم، شكرا جزيلا. احنا فريق الايدي المتحده، ادعمونا في الخير سوا، رقمنا 7 في الخير سوا. يعطيك العافيه استاذ حازم. يعطيك العافيه، مبارك فيك. ما شاء الله حصلت على درجه يمكن موحده من لجنه التحكيم. الحمد لله الحمد لله. حصلت على بعض يعني ها انتقادات، فتحاول انك تتلافاها المره الجايه. انتقادات طيبه، ما هي يعني نتفاداها بقدر ما هو تعديل يعني في المشروع، يعني مثلا زي الاسم، زي الخطه في التطبيق، يعني كتابه الخطه، هذه الانتقادات اللي اخذناها يعني. تتوقع انكم ان شاء الله توصل للمرحله النهائيه او الحلقه الاخيره؟ والله الله يكتب الخير، الجميع في له ان شاء الله في له الخير والبركه، وكلنا هدفنا واحد ان شاء الله. عساكم على القوه يا رب، والله يوفقكم ان شاء الله. شكرا فريق الايدي المتحدة. الان معنا الفريق التالي، فريق غواصي البحر الاحمر، وهم فريق حقيقة ايضا متميز قادم من تبوك. حيا الله الاستاذ تركي البلوي المتحدث باسم الفريق. احنا ثقتنا كبيرة جدا في الفريق والمشرفين، والحمد لله واجهنا صعوبة في المرحلة الاولى لان كنا نجهل بعض الاساسيات والاشياء في البرنامج، وبعد ان تعرفنا عليها راح ناخذ المركز الاول بجدار. ولله الحمد جميع الصعوبات اجتزناها، لكن الصعوبه الوحيده اللي واجهناها هي بعد المسافه. احنا في تبوك وعشان نشارك في البرنامج لازم نسافر، فاذا ما لقينا حج في الطيران فنضطر ان نقطعها برا تقريبا 1100 كيلو متر، فضلا عن خطر الحوادث في الطرق اثناء السفر. والطريف ان في اخر رحله نام مدربنا في حوض السياره، ما لقينا سكن. كانت اعمالنا تطوعيه محدوده اعلاميا داخل تبوك فقط، ولكن بعد ظهورنا ومشاركتنا في برنامج الخير سوا اعطتنا حافز لكي نطور ونوسع اعمالنا التطوعيه والمشاركه في برامج اكبر. في الخير سوا، في الخير سوا. فقط نذكر انه كان المفروض يكون الكابتن محمد الصميلي اللي اعتدته في الحلقتين او المرحلتين الماضيتين انه يكون حاضر، ولكن لظرف طارئ اسال الله عز وجل ان يشفي
مريضه بإذن الله تعالى، وهو المفروض، لكن أيضا تركي الابن تركي سيكون حاضر للتعبير والتعريف أيضا عن المشروع. بالمناسبة مدامك هلالي على قولة خميس، فأنت متفائل اليوم شكلك. إيش اسم مشروعكم؟ وأمام الكاميرا تحدث عن فكرة مشروعكم يا تركي. بسم الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معرفكم نفسي، أخوكم الغواص تركي نايف البلوي، عضو في فريق أشبال المد العالي للغوص، ابن الشهيد المقدم نايف فالح البلوي الذي استشهد في درع الجنوب. زمان لما كان أبوي مرابط كنت دائما ما أطلع من البيت، ولما استشهد انقطعت فرحتي، وحسيت بأبناء المرابطين الآن، بما أن المرابطين في الحد الجنوبي بلاد الحبيب، أسأل الله أن يحميهم، فاقترحت نسوي لهم رحلات بحرية حنا وشبال المد العالي، والحمد لله قدرنا نسعدهم ونفرحهم، وكانوا فرحين بذلك، وحنا كذلك فرحين بوجودهم معنا. ومشروعنا هذا مستمر بإذن الله حتى لو انتهت الحرب، لأن فيه أبناء شهداء محتاجين أخوان مثل يقفون معاهم، وهذا شيء حسيت بنفسي. وأنا الآن قدامكم مثل ما وقفوا معي شباب المد العالي، جاء اليوم اللي أقف فيه مع أبناء الشهداء. والدك استشهد قريب يا تركي؟ لا تقريبا قبل 6 سنوات رحمة الله عليه. طيب لو تشرح لنا مشروعكم، أنا شايف الآن غواصين أطفال من أبناء الشهداء مشروعنا هو ان اخذنا ابناء شهداء بموافقة ولي امورهم، اتصلوا عليهم. جميل. واخذناهم الصباح. جميل. وودناهم رحلات بحريه، وعلى الساعه 10 تقريبا بالليل رجعناهم لبيوتهم، واتصلوا على ابائهم قالوا لهم مبسوطين بخير وسلامه، والحمد لله رجعوا سالمين. ايش الانشطه اللي سويتوها في الرحله هذه؟ مهرجانات ومسابقات لهم ونشيد، وتسبحون على البحر، وجلسات بحريه. انت غواص تركي؟ نعم. من كم سنه انت تغوص ما شاء الله؟ تقريبا 5 سنوات ما شاء الله تبارك الله. لازم نمشي؟ طيب لا انا لاني انت قلت انه تفضل يا خميس. يلا كل واحد ياخذ دور الثاني زي ما سالت عبد الرحمن. عموما اسال الله ان يرحم ابوك ويغفر له ويسكن مزيحنا ان شاء الله، وان شاء الله اللي من خلف رجل مثلك ان شاء الله ما مات يبقى اسمه. الشيء الثاني انا ادعو لزوجه الكابتن محمد السمن اللي غاب اليوم، واللي هي تعالج من السرطان. الله يشفيها يا رب. نسال الله ان يجمعنا بين الاجر والعافيه. الله يشفيها. انا حقيقه يعني كيف تمت مخاطبه اولياء الامور؟ هل بخطابات رسميه تحت مظله الغواصين او بجهه رسميه؟ لا هو اتصلنا على اولياء امور. فقط مجرد اتصال؟ مجرد اتصال، وكمان عمهم او خالهم ولي امره اولياء امورهم ومن ضمن والدتهم، ووافقوا على انهم يذهبون معنا. كلهم ما في كان مشاكل ولا في؟ لا تقريبا كلهم بدون استثناء. استاذ عبد الرحمن. عموما اسال الله المغفره والرحمه لوالدك. اللهم. واسال الله ايضا ان يحمي بلادنا من كل سوء ان شاء الله. جميل ان المشروع يخرج من رحم معاناه، ودائما اللي يحس بالمعاناه ثم بعد ذلك يقدم على خطوه مثل هذه، اعتقد ان ستكون المشاركه فاعله، وايضا الاداء سيكون متميز. الجانب الاخر جانب متطلبات السلامه، يعني مثل هذه فيها مخاطره كبيره، فانتم كيف تستطيعون من خلال يعني هذه انكم توفرون البيئه الامنه وتطمن الاب والام، او الاب عفوا الام مثلا او الاهل، بان هالولد بايدي امينه. نعم في قضيه في الغوص يعني. حنا ما في احد ينزل الا معاه مرشد غوص ومدرب، وكلهم مستويات عاليه ومدربين على هذا الشيء. السن هل حدد من عمر كذا العمر كذا، ولا ما حدد السن؟ تقريبا من عمر 10 سنوات الى 15 سنه وما فوق للغوص، واللي ذهبوا معنا من ابناء الشهداء من 10 سنوات الى 15. هم على فكره مشروعهم السابق في المرحله الاولى اللي فازوا فيه اصغر فريق تطوعي للغوص. ما شاء الله. يعني كان هل هو يحصل على الشهاده ولا مره واحده بس ترفيه وانتهى الموضوع؟ لا هو الموضوع انه ترفيه، مو دورات، ترفيه فقط. هذا ترفيه، لكن الفريق التطوعي على فكره هو فريق انقاذ كمان، صغار ويساهمون في الانقاذ، في انقاذ الغوص. ففريق مدربين واللي يقودهم ايضا مجموعه مميزه. الاخ تركي صلى الله عز وجل كما ذكر. ممكن اطرح بكلمه تسمح لي؟ تفضل. انا اليوم اتصل علي الكابتن محمد السميلي، وبشرني اني وصلت بطاقه كبير غواصين. جميل. من منظمه بريطانيا، وصلت اليوم الى تبوك، وحاب ابشر الوالد بان على الهواء مباشره. جزاك الله خير والف مبروك يا سيدي. الله يبارك. بطاقتك انت ولا بطاقه الكابتن؟ بطاقتي انا. وين؟ تعال عنده بتبوك ان شاء الله لك بطاقه. خالد تفضل. اولا والله انت فخر. أنا أفتخر فيك وفي الفريق، فريق العمل كامل حقيقة. أفتخر بشخصيتك، وأتمنى أنه إن شاء الله تكون نواة قيادي. ما شاء الله تبارك الله. نواة ما قدرك. ما شاء الله تبارك الله عليك. أصعب موقف مر عليكم خلال تنفيذ العمل
الآن الفكرة رائعة حقيقة ومناسبة أيضا للمجتمع، وهذه الفئة تحتاج إلى أشخاص فعلا يهتموا فيهم في هذه المرحلة على الأقل، يعيشوا معهم الوضع وينسوهم شوية الخوف اللي ممكن هم يعيشوا. لكن أصعب موقف أو أمر مر عليكم في تنفيذ العمل هذا إيش هو؟ أصعب موقف هو أن نبحث عليهم أن يكون أهلهم موافقين على هذا الشيء، لأن أكثرهم فيهم خوف من البحر. كيف وصلتوا لهم؟ كيف عرفتوا؟ أنا ساكن بالمذكرية وكل اللي حوالينا مربطين، ومن جيراننا ومن أخوانا، فنشرنا الخبر بيننا والحمد لله جم تقريبا حرف. كم كان مدة البرنامج؟ يوم واحد وديناهم الصباح. صباح اليوم جهز مكان الإفطار وعلى الساعة 11. طب حسنا لك سؤال بس جاوبيها بصراحة. ما عندك مشكلة. لما خرجتهم ورحتوا على الموقع وزعتوا عليهم البرنامج، كان في يعني ورقة مكتوبة لكل شخص أو لأسرته مثلا أنه هذا البرنامج من الساعة كذا لكذا راح يكون هذا البرنامج، ثم الغوص مثلا، ثم كذا، ثم ولا؟ لا لا، مو كان فقط كلام مخاطبة. جيد، شكرا. أستاذ سليم، حقيقة فريق غواصي تبوك دائما رائعين ودائما يجيبون لنا في كل حلقة نموذج مشرف وبرنامج يعني قادر على لفت الانتباه. البرنامج له بعد اجتماعي كبير جدا وحقيقة مؤثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دعم لأبناء الشهداء ودعم لأسر الشهداء، وهذا يعني أقل واجب يقدم المجتمع لهذه الفئة. جميل جدا يعني في جميع المراحل اللي عملوا فيها الأخوان في غواصة تبوك كانوا يركزوا على جانب المشاعر، جانب العواطف، وهذا حقيقة مهم في العمل الخيري والعمل التطوعي بشكل عام، انه يكون في مراعاه لمثل هذه الاشياء. الابناء الاطفال يعني يحتاجون مثل هذه اللمسات الحانيه، ويحتاجون من يفرغ نفسه لانه هو يدخل عليهم السعاده ولو كان في يوم واحد يعني في السنه. صحيح. سعداء حقيقه بالعرض اللي قدم، ونسال الله انه يرحم الوالد ويتقبل الشهداء وجميع شهداء الوطن. طيب نبدا مرحله التقييم، من اللي جاهز ويسوي عدوى للبقيه؟ استاذ عبد الرحمن. 13. كم؟ 13. الأستاذ عبد الرحمن لقيل منح فريق غواصي البحر الأحمر. كابتن خميس 11. وأستاذ سليم 14. أستاذ خالد 11. إيش بكم كذا؟ ميكانيزم اللي بينكم راضي عن التقييم؟ راضي. في 40 درجة ما زالت متبقية أعزائي المشاهدين لفريق غواصي البحر الأحمر، ولكن من خلال رابط التصويت الإلكتروني. شكرا جزيلا تركي. تركي البلوي شكرا جزيلا، انت قيادي حقيقه وبطل، اسال الله عز وجل لك التوفيق. شكرا جزيلا، وبانتظار ايضا النتيجه النهائيه. مجموعه غواصي البحر الاحمر فريق تبوك الرقم 20، ادعمونا في الخير سوا. يعطيك العافية حبيبي تركي. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الله، حصلت على درجات عالية. راضي عن الدرجات؟ الحمد لله. كانت طريقة عرضك مميزة ما شاء الله تبارك الله، خرجت قبل كده وقفت أمام لجنة التحكيم. هذا أول مرة لي. ما شاء الله عليك متمكن، أتمنى لكم التوفيق يا رب وإن شاء الله توصل للمرحلة النهائية. وعلى طريق الحق والتبيان صحب تجمع. ايش تقييمكم بشكل عام للمستقيم رقمي؟ نقاشات الجانبيه كثيره. خميس بتسوي فوضى، انت كنت مشاغب انت في المدرسه؟ ها؟ باقي حلقتين كملها. انا اكملها على خير. ايش تقييمكم العام للمشروعين اللي طرحوا؟ ابدا بك استاذ خالد. المشروعين حقيقه بشكل عام رائعين كفكره وكاحتياج ومناسب المجتمع. انا الاحظ هناك خلل في تقديم الخطه او في وضع الخطه وكتابتها ووضعها على ارض الواقع حقيقه. في نصف دقيقه انا بكذا تقييم عام سليم. يعني انا يمكن بحكم معاصرتي للحلقات السابقه واشعر بانه في تطور كبير جدا في الفرق في من مرحله لمرحله. في وعي ببعض الأشياء اللي ربما كانت في مراحل سابقة كانت أقل، الآن في وعي فيها، ونسأل الله أنه يعني الوعي هذا ينتج لنا فرق تطوعية يعني قادرة على أنها تقدم نماذج مشرفة. أستاذ عبد الرحمن، أعتقد أنه موجه رسالة لكثير من الناس بأن يتلقفوا مثل هذه الأفكار ويطوروها.
جميل. استاذ خميس، انا اعتقد انه غواصي البحر الاحمر ما قدموا مشروع، قدموا برنامج ترفيهي لاسر الابناء لاسر الشهداء، فبالتالي يعني انا حقيقه يعني رفعت الدرجه تقدير الابن وجرأته وكفاءته، وايضا يعني التسلسل الافكار اللي هم موجودين فيها، لكن حقيقه انه ما قدموا مشروع، ما قدموا، ما تعتبر هذا مشروع يمكن يكون مشروع مستدام للتعامل مع يعني ابناء الاسر؟ يعني يحتاج الى عمل اكثر، يحتاج الى تطوير. طب ليش اعطيته رقم كبير؟ 11 تقدير للابن وظروفه وجاي من تبوك، هذا برضه يعني صراحه اجل ان شاء الله تصير مدرس يا شيخ، ننجح الطلاب كلهم، ننجحهم كلهم. طيب الاستاذ محمد المراتني ضيفنا الان. استاذ محمد شرفنا كذا، ومن طلاب كابتن خميس. استاذ محمد، طيب احنا ننتظر عموما، باقي لنا تقريبا كم يا خالد على نهايه البرنامج؟ طيب ما يقارب الثلث ساعه والربع ساعه اساس التقييم النهائي، وبانتظار التقييم الى ما يجمع الكنترول بعد تقريبا 8 دقائق سيتوقف موضوع التصويت الالكتروني، ومن ثم ايضا سيتم الاعلان. لكن حتى يعني تحين الدقائق الاخيره لاخونا محمد، حياك الله استاذ محمد، ضيف ونجم حقيقه من النجوم ايضا الشباب، حياك الله يا محمد. انت شفت المشاريع اللي ذكرت قبل قليل، تقدر تاخذ هذه معك، تقييمك للمشاريع اللي عرضت. الكاميرا قدامك، خلي اخر عنك، خلي يسكت بس. كاميراتك هنا يا محمد. طيب تكلم، تقييمك بشكل عام لما طرح من مشاريع من فرق طويل. سؤال مفاجئ. طيب تقييمي لست بمقيم يعني، انت معك الايباد عادي تحطه ترى يا دواه. خطي لا انت يعني الله يكرمهم يا رب. والتطوع يعني التطوع شيء جميل جدا، واللي يتحمس وما يقدر يلاقي مكان يقدر يتطوع فيه، لانه مو اي احد يتاح له انه يروح ينضم الى فريق، يعني بعض المدن ما في الامر هذا، ما هو ناشط فيها، يمديه يتطوع ان شاء الله مع نفسه، لان النفس انا ونفسي هم شيئين على فكره، انا ونفسي اتطوع مع نفسي، انميها اطورها اخدمها باللي اقدر عليه. جميل. اتطوع في بيتي، افزع لاختي، افزع لامي، لانه ممكن المتطوع المنضم لفريق يقصر مع اهله. جميل. فالموضوع لازم له ميزانيه. طيب احنا الان نحتاج منك تطوع كذا، انت موهوب ما شاء الله تبارك الله، يعني صوتك جميل، وقالوا لي تعطينا حاجه مبدعه كذا متميزه. بس الكاميرا هنا. طيب كم المده؟ خذ لك ساعه ونص. لا جد والله. يعني دقيقتين. لا دقيقه ونص. لا ثلاث دقائق. طيب يلا ثلاث دقائق. ابغى الدفتر الله يكرمك عشان لا انسى شيء. تفضل. اذا فيها دفتر ما اتوقع ساعه ونص. انا احترت ايش اقدم، بس لقيت موال قديم اقدمه، قد قدمته في المجد بس هعيده ثاني. طيب عيده. طيب. غريب غريب أخفي هواي ويبدو بعض تحناني، وإن سترت هوى قلبي، وإن سترت هوى قلبي بكتمان، أكتم الوجد في الأعماق أدفنه تجملا بين أصحابي وإخواني، أغالب الشوق بالصبر الجميل، وهل بين الجوانح إلا قلب إنسان يضنيه فرقة أحباب، يحرقه بكى الحبيب ودمع الوالد الحاني، جاءت طيوف من الذكرى مؤرقة تترى، تهيج أشجانا بأشجان، أساهر الليل أطيافا وأخيلة، وذكريات بأشكال وألوان، وأسأل النجم والأنسام عن خبر، عن الأحبة يروي لهف ظمآن، إني لأذكرهم والدمع يغلبني،
وكيف أنسى محبا ليس ينساني وعمل النفس بالآمال أخدعها لأصرف النفس عن بؤس وحرمان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من سخط ومن جزع ومن قنوط ومن شكوى لإنسان عزاؤنا أننا في الله غربتنا من أجل دعوة إسلام وقرآن ستشرق الشمس مهما طال مغربها ويصبح الصبح مصحوبا ويصبح الصبح مصحوبا ويصبح الصبح إن الصبح موعدهم ما ينسج الليل ما ينسج الليل ما ينسج الليل من زيف وبهتان. يعطيك العافية، شكرا جزيلا محمد، شكرا بارك الله فيك. هذا الجهد، شكرا حبيبي، شكرا شكرا. يعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. خلي الايباد كم تعطيه يا خميس؟ بعطيه الايباد هدية. شكرا يا محمد، شكرا يعطيك العافية. وانا اقول هذا الجهد ايضا مميز لان العمل التطوعي ليس فقط المطلوب انك يعني تشارك بافكار فقط او حتى على الجهد الميداني والجهد المادي، احيانا مواهبك بل الاساس هو موهبك و المواهب والهوايات اللي تمتلكها. هذا الصوت الجميل حين يؤدي عملا رساليا جيدا فهو في إطار العمل الهادف والفن الهادف، هو يقدم عملا متميزا وعملا تطوعيا يخدم المجتمع. بقي تقريبا على نهاية الحلقة 8 أو 7 دقائق، ودنا حقيقة أيضا أنه فقط أذكر الآن إذا جاهز الحساب. طيب الحساب الفائز سيكون معلن الآن على الشاشة، الحساب الفائز لأكثر مشاركة وأفضل تغريدة وأكثر تغريدة هادفة في هاشتاغ في الخير سوا. نشاهد الآن فاصل قصير تقرير للحديث عن البحث الاجتماعي في جمعية نماء الخيرية المستودع الخيري بجدة وهو الشريك الخيري لبرنامج في الخير سوا، ثم بعد ذلك نعود لنعلن وإياكم نتائج حلقة هذه الليلة. إيمانا من جمعية نماء الخيرية المستودع الخيري بجدة سابقا بأهمية العمل وفق أسس علمية ومعايير متخصصة في الأداء، فقد أعدت كادرا مدربا لتنفيذ البحث الاجتماعي كأول مرحلة لتقييم احتياجات المستفيد. كانت فكرة البحث الاجتماعي إحدى المنتجات الرائعة للمستودع الخيري، بدأ ورقيا بشغل أكاديمي، مجموعة من الخبراء، مجموعة من الأساتذة الجامعات، مجموعة من الخبراء في الشؤون الاجتماعية، وخرجوا حقيقة بجهد بعد جهد سنة كاملة ببرنامج البحث الاجتماعي الورقي الذي كان مستودع عمل عليه سنوات، وكان بصمة كبيرة في تحقيق الشفافية ما بين الداعم وما بين المستفيد، كيف أصل إلى هؤلاء المستفيدين ويضمن الداعم أن أمواله وصلت إليهم، ونحن أيضا نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى أن هذه الأموال وضعت في من استحقها. تستند مرحلة البحث الاجتماعي إلى مستويات تم وضعها بناء على دراسات ونماذج تقييم علمية دقيقة. المستوى الأول الانتشار والقرب من الفقراء والأسر المحتاجة. الشيء الثاني وجود آليات صحيحة لمعرفة الفقر وتحديده، ووضعت برامج يعني تدير هذه العملية، برامج إلكترونية تم تطويرها داخل المستودع داخل الجمعية. البرامج هذه تقوم على عملية تحليل البيانات واستخراج تقارير صحيحة نستطيع من خلالها أنه نحن نحدد احتياج الأسرة الفعلي بناء على معطيات محددة مدخلة في البرنامج مسبقا من خلال بحثي. الشيء الثالث هو تدريب كوادر البحث الاجتماعي، تدريب يعني مكثف ليتمكنوا من تنفيذ البرامج هذه بطريقة صحيحة. وقد طورت الجمعية من آليات تشخيصها للحالات
مستفيدة من المساندة التقنية التي توفرها إدارة للتقنية حتى وصلت لمشروعها الأبرز وهو مشروع أتممة البحث الاجتماعي. مشروع أتممة البحث الاجتماعي والاستفادة من تطوير من البرامج التقنية الحديثة في تطوير البحث الاجتماعي. فعملت برامج أنتج منها ثلاث أجيال. الجيل الأول كان يعتمد على استمارة ورقية ويعتمد على برنامج يعمل على سطح المكتب. الجيل الثاني كان برنامج يعتمد أيضا على استمارة ورقية ويعمل على برنامج ويب. الجيل الثالث هو جيل ألغى الاستمارة الورقية وأصبح يستخدم الفريق البحث يستخدم جهاز ساب، ويبدأ البرنامج تلقائيا يحدد الأسرة الأكثر احتياجا والأسبق في عملية البحث، والجهاز الصالح لهذه الأسرة صار برنامج يمكن من خلاله أن تخرج بتقارير وتحليلات يعني دقيقة تحدد لك نسب الاحتياج والخدمة اللي يمكن أن تقدم. نموذج متميز في استخدام التقنية وتطوير المنهج العلمي لتحقيق بحث اجتماعي دقيق يضمن للداعمين والمستفيدين تحقيق أهدافهم وتلبية احتياجاتهم. جاهزين لإعلان نتائج؟ وصلتنا نتائج حلقة هذه الليلة والفريق الذي سيرحل والفريق أيضا الذي سيبقى وينتقل معنا للتصفيات نصف النهائية، ومن ثم أيضا قد يكون له فرصة كبيرة في الوصول إلى الحلقة الأخيرة والحصول أيضا على جائزة أفضل فريق تطوعي في برنامج في الخير سوا. التقييم أولا، من متوقع أنه يفوز؟ تركي تتوقع تفوز ولا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. حازم، عادة أنت واحد دائما في نفسك، ما عندنا مشكلة إن شاء الله. أنت أتمنى أنه كلنا نتأهل، لكن لازم يطلع واحد، وأتمنى لهم الخير إن شاء الله ممكن يفوزوا. ظهر وراك إجازة، وراك إجازة ساحبينه من المطار حازم. طيب ماشي. الأيدي المتحدة وغواصي البحر الأحمر فريقان متميزان قدموا اليوم حقيقة مشروعين أيضا متميزين، أيا يكن طبيعة المشروع أو النقد أو الملاحظات اللي وضعت، لكن الفكرتين حقيقة أيضا فكرتين متميزتين، ونتمنى إن شاء الله تعالى أيضا كما الأفكار الأخرى السابقة أن تجد حظا وقبولا إن شاء الله من التطبيق الميداني على الأرض بغض النظر عن تقديمها كمشروع تنافسي في حلقة هذه الليلة. الأيدي المتحدة حصلوا على 47 درجة، وفريق غواصي البحر الأحمر حصلوا على 88 درجة نتيجة التصويت في لجنة الحكم، بالإضافة إلى رابط التصويت الإلكتروني تصويتكم أنتم كجمهور لهذا البرنامج. وفاز فريق غواصي البحر الأحمر، يستحقون التصويت والتصفيق. و أمام الإخوة في جمعية نماء قبل أن نختم هذه المرحلة، لأن المرحلة القادمة مرحلة تصفيات نصف نهائية، مرحلة حاسمة أيضا لأفضل الفرق وأفضل المشاريع اللي قدمت خلال أكثر من 10 أسابيع من عمر هذا البرنامج. أمام الإخوة في جمعية نماء الخيرية، المستودع الخيري في جدة سابقا وهو الشريك الخيري للبرنامج، كرت نماء فرصة متاحة لأفضل من قدموا المشاريع ولأفضل فريق تطوعي من الفرق التي خرجت في المرحلة السابقة. من تختاروا أستاذ سليم للالتحاق بالمرحلة نصف النهائية القادمة؟ احنا حقيقة جهزنا كرت نماء اليوم لأحد الفرق اللي خرجت معنا في المراحل السابقة وفي التصفيات السابقة، ونرى انهم يعني بذلوا مجهود يستحقوا فيه انه احنا نقدم لهم هذا الكرت. نماء تقدم كرتها لفريق قادة الغد. فريق قادة الغد يستحقون فريق قادة الغد، شباب متميزين صغار لكن مشروعهم كبير، وبإذن الله سيكونوا معنا في تصفيات النصف نهائية وتصفيات أيضا حاسمة. شكرا أستاذ عبد الرحمن العقيل، أشكرك شكر جزيل. من كلمة أخيرة، تعنيت فتحتاج على الأقل نعطيك فرصة
وخمس الخميس ما له اي فرصه. انا اشكركم على ان اتحتوا لي فرصه ايضا ان اتطوع مثل هالبرنامج، ولعل ان شاء الله مساهمه فعاله، ونتمنى ان شاء الله ينعكس ان شاء الله هذا الدور على المجتمع بشكل عام وتنتشر هذه الثقافه باذن الله. كابتن خميس، الف شكر لك، جزاك الله خير. استاذ خالد، والله انا اشكركم جميعا، ولكن اتمنى انه المرات القادمه يكون في قدره اكثر على وضع خطه عمليه. استاذ سليم، انا اقول هذا البرنامج اوجد سوق لتبادل الافكار ولايجاد الفرق التطوعيه ذي واشهارها وتعريف المجتمع فيها. نعم، نتمنى باذن الله تعالى استمرار. شكرا جزيلا استاذ سليم، استاذ عبد الرحمن، كابتن خميس، وايضا استاذ خالد. شكرا ايضا لحازم والتركي، الايدي المتحده، وايضا غواصي البحر الاحمر. هذا البرنامج اهم من القيمه التنافسيه والمسابقه والجائزه الكبرى اللي ستقدم، هو الرساله التطوعيه اللي ينبغي للمجتمع ان يتداولها باذن الله، وهذه تكون باكوره باذن الله لايصال هذه الرساله، رساله الاعلام الخيري بشكل عام. شكرا جزيلا، وكلنا في الخير سوا. وعلى طريق الحق والتبيان، صحب تجمع في العطاء لربه، عزم لبذل الجود للإنسان، عزم لبذل الجود للإنسان، فرق بميدان التنافس ترتقي، والفوز حاديهم إلى الإحسان. من ذا ينافسهم؟ شباب مؤمن، همم تسابق رفعة الأوطان. بالخير سوا.